ما يطلع حمى لا يعني بخير. ايوه يصطى يلبوا الناس الطعم ويطعموا ما هي شيء. الحمد لله من قتلت لين اليوم الحمد لله ما حسيت فيها شيء، ما فيش ابدا ولا اعراض ولا شيء ولا ابدا 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 ابدا. نعم اعاني من امراض المزمنه اللي هي السكر والضغط، وبالسبب هذا حولوني يعني للدكتور لاستشاره، والدكتور وافق والحمد لله وخط التطعيم بكل سهوله. سعادتنا قدوه بقالتنا حفظهم الله، والدتي العزيزه عمرها 90 سنه وفوق، ما ترددت لما جاء الامر نفذت الامر حتى اخذت الجرعه بدون اي تردد ولا اي خوف، وانا اقتديت بالقاده وبوالدتي ونفذت الامر الحمد لله. الكلمه الاخيره هي الشكر للقياده والشكر للمسؤولين في الجهات الصحيه، والشكر لخط الدفاع الاول على المجهود الكبير اللي صار من بدايه الجائحه حتى اليوم، والحمد لله بفضلهم وبفضل ولاة الامور الامور بتتحسن. اشكر سيدي محمد بن زايد حفظه الله على هذا الجهد وهذا يعني العطاء، سموه ايده واسعه عمت اهل دولته وغير خارج الدوله، فاشكره جزيل الشكر وكل من ساهم في هذا اللقاح، جزاهم الله خير، الله يحفظهم ويطول اعمارهم.